مع الشكر الجزيل للزميل عبد العزيز النصر ولضيوفه الكرام، سيداتي انساتي سادتي ايها الاحبه الكرام، الله اوقاتكم جميعا بكل خير. كان عند الدقيق يمكن المحاولات الاولى، وبالتالي الاتافي برشلونه هنا ايها الاحظى اللي يتقدم عند ركله ركنيه قبل قليل على اساس يكونون ايضا ثريدي في مباراه اليوم وما يفكروا في بايرن ميونخ، ولكن اليوم اللي يواجه الان المدربين الثلاثه عاد والله ما ادري من ينضم ل 2004 فرنسا خسرت من اليونان هنا على مرة أخرى بالتالي يلعب ووكر يلعب بوس نقل الجميع إلى دبروين، اللعبة سبانيتي ينقلها دبروين دائما يكون بهذا الشكل، وصلت الكرة إلى سيتي الثالثة صاح بتقدم مباشر بهذا الشكل، اللعبة تحولت في صفرة من قبل حكم المباراة أمام مرمى السيتي، ممكن التسديدة الأولى أن يتأهل فيها فريقين فرنسيين إلى الدكو قبل ذلك لريال مدريد، وبالتالي الآن قاء الفرنسي الإنجليزي على الأراضي عجي كورني يتقدم يلعب هنا يرمي رمية التماس يحدث فيه كل شيء، وقد يتمكن ليول تمريرة جميلة لكن ما في فرصة على الحاضرة، مباشرة الكرة تحول لنا صارت خطيرة صارت أخطر تحولت وين الدوري الأوروبي وما كان لاعبا في شاكتر، لو لاعب قادم من الخط كان ممكن يحمل رحيم الحلم رحيم يتقدم ينقلها لكن حارس المرمى إيدرسون، وبالتالي ليو يرد يكون فيه لا مقطوعة ومرة أخرى الله